أنا ما كنت ولا أتوقع في يوم من الأيام أني أحط سماعات على أذني وأقدم وأوقف وراء ميكروفون وأقدم مادي إذاعية على الهواء مباشرة وأعمل في راديو. هذا الشيء أتوقع نبع من مسؤولية، خلينا نقول مسؤولية ثورية. كنا نشوف أطفال نساء بغض النظر عن العمل العسكري تماما، فكنا نعيش المعاناة بشكل يومي، فكان فعلا بإمكاني أساعد أكثر من غيري في المجال الإعلامي لأني أنا ابن اختصاص بعرف أنقل الصورة تماما وأعطي التعليمات واضحة للكل. مستمر، الكل مستمر، وما يزيد هذا الشيء إلا عزم وإصرار فعلا على أن نتابع الطريق اللي بدأناه.